بورقيبة يعني هو شخصية تاريخية. يتعين أن نكتب تاريخ سوريين، يتعين أن نكتب تاريخ المصريين، يتعين أن نكتب تاريخ التونسيين. المسألة الصوفية من الممكن أن ندرسها من وجهة نظر تجسيرها لمراحل تاريخية متعددة. أنا أعتقد في آخر الأمر أن هناك أسئلة لابد أن نطرحها من داخل العولمة وليس من خارجها. عندما نتحدث عن الذاكرة التاريخية فهذا كلام لا يعني أي شيء، والعرب يستعملون كثيرا هذه الكلمة.